مساء الخير، هذا جلال بريك من باريس، احييكم من جديد واشد على يدكم. بعد الالكتروشوك نتاع قبيله جاتني فيديو بصراحه اثلجت صدري. شعارات واضحه مرفوعه، رفعوها اليسار، وعلم حسم فهمت من شعارات ارض حريه كرامه وطنيه، فهي حركه الوطنيين الديمقراطيين اللي يتكلم باسمها شكري بالعيد. هذا يعني لا شك فيه ولا ريب. فأنا فخور بأنه موا الفريق اللي أنا متعاطف معاه وتربيت فيه سياسيا وغيره رفع الشعار هذا: الشعب يريد الإطاحة بالنظام. وهذا يعني بشرة خير لشعبنا، لأنه الوطنيين الديمقراطيين متعودين على النزال ضد النظام المجرم العميل السفاح، وهذا يعني بشرة خير كذلك لباقي الأحزاب أنها تفيق على رواحها وتتبع الخط الوطني هذايا من أجل الإطاحة الكاملة والشاملة بهذا النظام المجرم العميل السفاح. نرجع في كلمتين سخفاف على الكونفيرونس دو بريس نتاع الطرهوني بعد ما مشاو الطرابلسية جو الطرهنة. هل قواد التكوك هذايا المجرم اللي متدرب سيرتانمون، هذا أكيد ولا شك فيه، متدرب عند الكيان الصهيوني ومتدرب في الولايات المتحدة على القتل وعلى القنص وعلى إرهاب بلاد الشعب، وكذلك حماية السفارة الأمريكية اللي هي قاعدة عسكرية، وكذلك القاعدة متاع الرمادة كذلك قاعدة عسكرية أمريكية لا غيره. هذا من الناس متدربين في الولايات المتحدة وفي الكيان الصهيوني. وشفتوه كي يتكلم تقول عليه باندي متاع شوارع يبمبي هكا وكله كذب وتراهدين. قال لك سيرين وحدها في الطيارة، عاملين طيارة خاصة سيرين، تو بن عليه يسلم وليلى يسلموا في بنتهم ويخلوها تسافر وحدها في الطياره، كيف اللي ماشيه في نزهه، ماشيه الجربه لله. في مول العرب كل هربه فمش طير، العرب كل ما بعدها وتراه دين لا. والكونفيرونس دو بريس هذه جات باش تلهي الشعب على الفضيحه نتاع السيد العقربي ومتاع التكاري ومتاع الزويري، وما زالت الفضايح ما زالوا باش يصيبوا بعضهم، وعدم سماع الدعوه والتحقيقات. والاخر قال لك توا تكلمنا على خاطر كنا لاهين، فاش لاهين ولاد الحرام؟ قلت لاهين قتلوا في ولاد الشعب وتزرعوا الفتنه العروشيه والقبليه في تونس اللي هي ما نجحتش وماش باش تخطف، وكنتوا تقتلوا في ولادنا في جبنيانا وتضربوا فيهم بالسياط يا ولاد الحرام يا مجرمين. بصراحه فرحت انه اليسار رجع الى عاداته القديمه، وهي التضحيه في سبيل الوطن. كلف ذلك ما كلف، ولو مروا على أجسادنا جميعا. تحية لشعبنا، وغدوة تتعاود نفس العمليات. أم بالله الشعار واحد مع زبدولي على السبسي، هذاك اللي فلقتني يا خويا السبسي. أنا السبسي متاعكم يحرز هاو واحد من ولادنا تكلم قال لك يريد الإطاحة بالنظام، والله راني استنقدت الليلة. المفيد بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وهذا جلال بريك من باريس، وأحييكم وأشد على أيديكم، وأن رأس الرشيد رقيب عمار لازم يطيح، وكل النظام كله يطيح، ويزيونا من السبسي يهديكم ربي، يزيونا من السبسي نطيحوا النظام، وهذا المطلوب من شعبنا. سلام على شعبنا مرة أخرى. شو سويت خزيني، شكرا. والدي.